حياتي وركبتهم متكسر فتعصر ببيت جنبهم اصلا وانا متصاوبه ورحت المستشفى يوم الاربعاء زي امبارح كده اللي فات انا متصاوبه اصلا ومتغرزه. اللي بيعدونا احنا مش بهايم احنا انا بطيب يعدونا حقوق مصر عليكم احنا سكان مصر اصلا مش سكان غزه احنا جايين زر اسبوع يقفلوا علينا وما يعدوا الاجانب وما يعدوناش يعني وجه حق يعدوا الاجانب من المعبر المصري وما يعدوش المصريين نفسهم بقالي وجه حق اي قانون دولي يقول كده اي قانون دولي انا عايزه حد يكلمني ويرد عليا انا ولادي في مصر انا ولادي في مصر طيب الزواجات الهنجريه هنجاريه يا ريت يا جماعه التعليمات يا